انتوا ايه بقى الكلام اللي يعجنن عن نفر على الصبح ده؟ راوده كل شويه تسالني تقولي بابي راجع امتى من لندن، والجحش التاني ده مش عايز يتكلم معايا خالص في الموضوع ده. ولا انا عايز اتكلم. يلا ولعوا انتوا الاثنين، انا مش فارق معايا غير راوده. وعلى فكره انتوا لازم تلاقي لكم طريقه انتوا الاثنين تتعاملوا فيها مع بعض وبسرعه. يا اخي ما تفكر في مشاعر الناس زي ما بتفكر في مشاعرك. في ايه؟ مستكتر علينا كام شهر نتاقلم على الوضع الجديد بعد الطلاق، وانت نفسك بتعيط على حدوته بقالها 10 سنين خلصانه. بس طيب ما تجيش قطر كده، حقك عليا. انت عندك حق. انا على طول عندي حق. بقول لك ايه؟ كلمي امينه كده شوفي هتعمل ايه عشان لو كده تيجي تتغدى معانا. كان لازم يصحوا من النوم ما يلاقونيش. كان لازم اهرب. لو كنت شفته تاني بعدها وكلمني بنفس الحنين ده كنت هضعف. عمري ما حسيت مع اي حد اللي بحسه وانا معاه. وحاولت اضحك على روحي واوهمها اني ممكن بعقلي اعرف واحد من ديني واتجوزه، بس كنت هبقى بغلط اكتر. غصب عني مش عارفة انسى. اصلها مش زراير هندوس عليها نلاقي روحنا نسينا حد وعرفنا نحب حد غير. يا ريتها كانت كده. خلصت دراستي ورجعت. ليه؟ الناس هنا مفيش زيهم في أي مكان في العالم. عندهم باشن غريب. أنت عارف أيوه في سويسرا الحياة أريح بس مملة. بس أنا هنا عمري ما زهقت. أيوه بس الناس هنا مش سايبة حد في حاله. ولا أنت رأيك إيه؟ نو، صدقني أنت اللي بتفرض على الناس طريقة تخليهم يعاملوك بيها مش هم. ياس. تعالى رقصنا. يلا. زي ما بقول لك كده يا معلم، فص ماشي وداي، حتى نادين بتكلمها في التليفون ما بتردش عليها. هتجنن. مساء الخير يا مستر عبد الله. مساء الخير يا ايمن. مساء الخير يا مستر فادي. هنقعد على البار. مكان كل ده هتعمل حاجه يا مستر عبد الله. تخيل الصليب اللي انا صممته لك لسه لابسه. مساء الخير يا مستر عبد الله. فودكا 7 تشاير سكر. هات لي بلاك اون دروبس. بقول لك ايه؟ انا درينك واحد وهروح. انت واد مالك بقيت قتل كده ليه؟ انت عارف احنا بقالنا قد ايه ما سهرناش سوا مع بعض. فريده الريقي وجوزها اياد الورداني. ايه ده؟ فريده الريقي لليل حاجه تانيه خالص. انا هروح اسلم عليها هي وجوزها. وانت المفروض تيجي معايا، دي زبونه تقيله مش مره من الغضيشه. يلا اتفضل يا بص. اتفضل. ازيك ايه؟ هاي يا عبد الله. هي بيقولنا بتحلي الناس قوي كده. ميرسي. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اياد. اياد الورداني جوزي. اه طبعا مستر اياد غني عن التعريف. فادي الباشمهندس عبد الله يونس. شفت لك شغل هايل في الجونة عند حفني صخار. مش انت اللي عملت البيت؟ تمام. عشان كده انا اخترته يعمل لنا المشروع الجديد، بس هو بقى مش فاضلنا. بيصور بقى كتير. ستار. ونجوميتي تيجي جنب نجوميتك يا دكتور. ميرسي يا باشمهندس. لا انت تجينا المكتب المره الجايه اكيد النجم مش هيكون بيصور. ما بحبش اتكلم في الشغل وانا شاربه. ابقى كلمني ونتفق على معايا. معايا بالظبط. بالظبط كده. تشيرز. 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 من 7 سنين بعد ما سافرت على طول. بابي بابي. كان متهيألي انك خرجت من حياتي خلاص. انا سبتها متهيألي. وكنت خدت كتير.
عبد الله الحقني يا عبد الله. وانت باي حق تاخد لي قرار زي ده؟ يا بهيم انت بنتك بتحلم انك رجعت، انتوا كده هتربوا لها عقده نفسيه. ونادين بتكلمني في التليفون وبتعيط، ليسا مش عارفه تتصرف ازاي. ايوه يا طنط، بس حاجه زي كده لازم تاخدوا فيها رايي، لازم يبقى ليا قرار. قرار ايه لوحدك يا ابو شخ انت؟ ده انا امك يا ولد. وقلت ايه الروضه؟ قلت لها ان بابي راجع النهارده من لندن وهيجي لك على عندي. وطبعا امها هتيجي معاها. اكيد طبعا، لان لازم البنت تشوفكم انتوا الاثنين مع بعض. اقرا شويه في سيكولوجيه الطفل يا عم الحاج، لان انت دلوقتي مسؤول عن تكوين نفسيه البنت اللي انتوا خلفتوها دي. صحيح، كانت البتاع نفعت روحها. كنت متاكد انك مش هتعديها بوسه والله. اما اقوم اعمل الكشري قبل ضغطي ما يعلى. يعني هتشوف روضه وبوسه هتاكلك كشري من ايديها، عايز ايه بقى عشان تفرح كده وتشرقب؟ اللي لازم تشكروها على حكايه الكشري دي هي مريومه حبيبه قلبي. السنه وعدتها من زمان قوي ادوقها الكشري بتاعي. من زمان قوي اوفر دي فعلا يا بوسه، انت ما تعرفهاش بقالك شهر يعني. لا بس دخلت قلبي من اول لحظه. يا ريت بقى تدخل قلبك انت كمان يا حبيبي. انت بجد يا ماما قلت لها تيجي تتفرج معانا على البرنامج؟ مش البرنامج بتاعها. ده على اساس ان هي بتتفرج على كل الحلقات عندنا. لا بس دي مش اي حلقه، دي حلقه حبيب قلبي. طب يلا يا اما اخش جوه عشان ما اعملهاش معاكي. يلا يا قليل الادب انت، قليل الادب. ما تنساش تكلمها في التليفون وتقول لها كل سنه وانت طيبه، عيد ميلادها بكره. معقوله محدش خالص؟ لا في اركتكتس وانتيريور ديزاينرز بحب شغلهم جدا بنبهر بيهم كمان. انا عايز ابقى نفسي. انا شفت الصور حاسه ان في حاجه هي المراوغ في نفسي صوتها صوتها. ما اعرفش طبعا لان انا المصمم. بس تقدر تقولي ان الروح ليها علاقه بروحي. انتوا الاتنين زي القمر. صح يا نادين؟ صح. هقوم اسخن الكشري، كلميهم خليهم يطلعوا. خد يا معلم. ايه ده؟ دي الهدايا اللي انت المفروض جايبها الروضه من لندن. شكرا يا معلم. شكرا، ايه العبط؟ طب يلا عشان نطلع فوق بسرعه. ماشي. اروح اغسل وشي كده ونطلع على طول. يلا بسرعه، ما تاخرش. دي حلوه. ودي حلوه كمان. خلاص انا هخليهم يحطوها واقول لهم روضه اللي قالت. دي انا شايفاها انتي خالص روضه. وحشتيني يا كلب. تحبي نقعد في المكتب ولا نقعد هنا؟ اي حاجه فاتت مش فارقه. تشربي ايه؟ ولا حاجه ميرسي. نسكافيه مثلا؟ اوكي بلاك. انا عارف. مش كده بقى، ما اعرفش فين النسكافيه بيحطوا فين الاوفيس بوي. خلاص يا فادي قلت لك مش عايزه اشرب حاجه. ممكن. أنا مش عارفة أتعامل بصراحة، ولا أنا عارفة أتعامل. بس لازم نعرف. أنا فهمت روضة إن أنا مش هبات معاكم النهاردة، وفهمت ان انا بعمل بيت تاني كبير فيه بسين وجنينه، يعني هتنبسط فيه اكتر.
الكلام ده بجد؟ بجد. أنا خدت فيلا في أكتوبر وبفرشها دلوقتي. مبروك عليك يا فادي. الله يبارك فيكي. واتفقت معاها كمان إن الموضوع ده هيفضل سر ما بيننا إحنا التلاتة. يعني مفيش حد تاني هيعرفه. لحد ما الفيلا تخلص. بس دي مش شقته اللي هيتجوز فيها، شقته اول دور تحتيه على طول. بس بقى يا ستي تكسفنا، هيفرشها لما يلاقي العروسه عشان يفرشوها سوا. كل سنه وانت طيبه يا مريومة. ايه ده ازاي كده؟ مش ممكن. خليه يقولها تاني بليز عشان اصوره. اتفاجئت حتة مفاجأة وبقيت عاملة زي العبيطة، كل شوية زقف له ثلاث مرات يرجع يغني الأغنية من الأول. ده أصلاً تحفة، دمه خفيف موت. فظيع يا عبد الله ده. التورتة يا جماعة. حاسه ان كريم بيحبني، ما ينفعش حد يتحب الحب اللي بيحبه لكريم ده وما يحسش. ينفع نستعبط نعمل مش واخدين بالنا، بس انا عارفه انه بيحبني. انا ما رضيتش اروح انقي معاه السمك لحسن يقول ان انا بتمنظر عليه. والله دكتور ما لقاش منظر على حاجه، هو بس ما بيحبش ياكل السمك في المطاعم الفايف ستارز. وبيني وبينك السمك ما بتاكلش غير في مطاعم السمك العاديه. ما تقولوش بطلكوا سلطه عشان نقيت لكوا اكله سمك من الاصل. المهم ما تكونش نقيت كتير. وايه يعني؟ احنا واخدين منك فلوس قد كده. اه بالنسبه بقى ان انتوا حابشين مني فلوس قد كده، احنا لينا قاعده على موضوع الفلوس دي. ايه لا خلاص، موضوع الفلوس ده اتقفل يا دكتور، احنا اتفقنا. بقول لك يا دكتور، انا ما بحبش المثل بتاع الشاطره تغزل برجل حمار ده. لو انت عايزه الديزاينات اللي عجبتك وشفتيها، كل اللي هطلبه في شغلي لازم يتحقق لي. ليش سجارة يا دكتور؟ الأكل جه أهو. أهو. استنى، هشوف مين بيكلمني ونكمل، أوكي؟ ألو. أه يا بابا. أه الحمد لله كويسة، إيه خير؟ مال صوتك؟ طب أنت فين؟ انتي عارفه ان انا اللي اخترت لك اسمك؟ عارفه يا بابا، على اسم سعاد حسني في اميره حبي انا. عشان كده عاوزك ترديها لي. اردها لك؟ تختاري لي اسم جديد، اصلهم قالوا لي ما ينفعش ابقى مسلم واسمي موريس. عبد الله قال لي انهي الاوضه؟ اول اوضه بعد الباب. ازيك يا أميرة؟ الحمد لله. ايه اللي حصل يا أحمد؟ ذبحة صدرية، تعب فجأة فنقلناه المستشفى، بس الدكتور نقله العناية المركزة ومستنيين يطمنوا. تشربي شاي يا أميرة؟ لا متشكرة أوي مش قادرة. طمني يا مصطفى. لا الحمد لله بقى أحسن دلوقتي. مش هينفع، لازم تسيب السرح شوية. معلش. وحياة ولادك يا مصطفى، ده خليني أطمن عليه. طب لو هتيجي تيجي انت بس معايا عادي. انا هاجي ومش هخش. دول 5000 جنيه يا بنتي، بحبحي ايدك شويه وزوديهم، اختك لسه ناقصها حاجات كتير قوي لجهازها. شادي سيب العروسه العب بحاجه تانية.
والست بطه بقى ناقصها ايه ان شاء الله. انت عارفه انت سحبه مني كام لغايه دلوقتي على حس جواز بطه؟ يا بنتي يا حبيبتي كل حاجه بقت غلا وكوى. بس انا مش قاعده على بنك. اتاريكو وحشتينا وبتسالوا عليا. هو انا مفيش مره اجي ازوركم او اروح ازور ابنك في بيته اللي انا جايبه له بفلوسي الا لما تطلبوا فلوس؟ انتوا ايه ما بتشبعوش؟ وانتي مفيش مره يا فريده تدينا فيها قرشين غير لما تسميه بيهم بدلنا يا اختي. ايه يا اختي البجاحه اللي بقيتي فيها دي؟ اشحال ما كنتي لهفه مني لبس باكتر من 20,000 جنيه. فضلت خيرك اسمها مشحتهم لك مش مدياهم لك. وبعدين يا حبيبتي انت جايبهم لي بعد ما تهروا لبس ودابوا يا فريده. والهدوم اللي تحت السراير وفوق الدواليب يا اختي مين اللي مدياهم لي؟ عادي يا فريده اختك بقى وتجهزيها تعملي ايه؟ واحنا يا حبيبتي ما قلناكيش طعم لحمك الحي ودينا. وانت بسم الله ما شاء الله معاكي قد كده وجوزك كمان معاه ما فيش حاجه يعني لما تقفي معانا شويه. وانا اصلي ما وقفتش. ما تفوقوا بقى وتعيشوا عيشه اهاليكم ولا نسيتوا التربه اللي انتوا كنتوا مدفونين فيها؟ تنزل لنا يا فريده. يلا يا شادي يلا. الله يسم بدنكوا زي ما بتسموا بدن. يلا يا انت يا بنت مش هتدي لي بقيه الفلوس ولا ايه؟ ايوه النمره دي اتصلت بيها النهارده اكتر من 15 مره. من حضرتك؟ ازيك يا اميره؟ انا عبد الله. اميره انت جبت نمرتي منين؟ سرقت من موبايل نديم. اصل هي قالت لي ان انت قلت لها ما تدهلوش. اظن ده معناه اني مش عايزاك تتصل ولا ايه؟ وفي انت بتكلميني كده ليه؟ عبد الله لو سمحت ما تكلمنيش تاني ايا كان السبب. ممكن؟ انت فعلا مش عايزاني اتكلم تاني؟ انا ببقى بس عايز اطمن عليكي. انا هقفل وارجوك يا عبد الله انا مش عايزك تتصل بيا تاني. أنا آسف. فيري كويكلي تغير هدومك وتلبس البيجاما اوكي؟ تغسل سلانك يلا. اوكي. هو البيع عند ضيوف؟ في ضيف جه بعد ما حضرتك خرجتي بربع ساعة. هما قاعدين في المكتب؟ انتي ما رحتيش مامتك ولا ايه؟ ازيك يا بابي؟ ازيك حبيبي؟ هاي دكتور ازيك؟ فاكراه؟ ده اللي كان سهران معانا في الكلاب. طبعا فاكراه واخده بالي من يومها. احنا كنا في الاوضه عشان مش عايزه اعرف وخلاص ما بقاش فارق معايا وانت عارف كده كويس. بس انا قلت لك قبل كده يا اياد مش في البيت اللي فيه ابني. فهم؟